حافظ خير الكتب أسمعنا هدي القلب اقرأ من مصحف ربي واسمع ما ينطق شعبي كلمات قرآنية في لهجات يمنية لا عجب فإن بلادي أصل اللغة الضادية لهجة وقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج لهجة وقراءة. وموضوع حلقتنا اليوم حول لفظ نسف في اللغة وفي اللهجة اليمنية وفي القرآن الكريم. النون والسين والفاء أصل صحيح يدل على كشف شيء، ونسف البعير الكلى ينسفه بالكسر إذا اقتلعه بأصله، وناقة النسوف تنسف التراب في عدوها، وكلام نسيف بمعنى خفيف. قال أبو ذؤيب: فألف القوم قد شربوا فضموا أمام القوم منطقهم نسيف، بمعنى أنهم ينسفون الكلام انتسافا لا يتمونه، يهمسون به رويدا لأنهم ضموا أي اجتمعوا وضموا إليهم دوابهم ورجالهم. ونسف البعير برجله نسفا ضرب بها قدما. ونسف الإناء ينسف أي فاض، والنسفة حجارة ينسف بها الوسخ، والمنسف ما ينقص به الحب، ونسف الحب ينسفه نسفا غربله ونقاه، والمنسف أو المنسف الغربال الكبير ينسف به الحب، والنسافة ما سقط عند النسف. وقيل النسوف من الخيل الواسع الخطو، ونسفه بظلفه ينسفه نسفا. والنسف القلع. أما النسف في اللهجة اليمنية فهو تنقية الحبوب بما خالطها سواء من الحبوب الأخرى أو تنقيتها من الحصى وغيره، وتوضع في وعاء مفتوح ثم يقوم الشخص بتحريك الوعاء يمنة ويسرة مع قذفها في الهواء، ثم يتوقف قليلا ليلتقط الشوائب ويزيل عنها أو يزيل الشوائب وينقي الحب، وهكذا حتى تكتمل تنقية الحب. يقال هذا يقال نسف، ويقال فلان نسف الحب أو فلان ينسف الحب، والمصدر السماعي نسف. وأيضا هي الرعدة، النسف أو النسف رعدة إما من البرد الشديد أو من الحمى أو من الخوف من شيء. يقال فلان ينسف وفلان به نسفة أو نسفة، والنسفة طفح جلدي صغير يكون على الأغنام يقال أصابتها نسفة. ونسف البناء أي يستأصله من جذوره. وكذلك في اللهجة اليمنية يقال انتسف من الجوع، إذا كان جائعا يقال فلان جائع ينتسف. أما في القرآن الكريم فقد ورد هذا اللفظ في آيتين من كتاب الله تعالى. نستمع إلى هذه التلاوة ولفظ نسف. لهجة وقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون
إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين لهجة وقراءة يقول المولى تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال أي عن حال الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وكل سؤال في القرآن بعد يسألونك قل بغير فاء إلا هذا لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فتضمن الكلام معنى الشرط وقد علم الله تعالى أنهم سيسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال ثم قال أيضا لننسفنه في اليم نسفا بعدها أي لنطيرنه ونذرينه في البحر مما تقدم نلاحظ أن لفظ نسف في اللهجة اليمنية يقصد به القلع والنسيف من الكلام كما جاء في قواميس اللغة الخفي في أرض العدو لأن لا يسمعهم العدو فينسفون الكلام نسفا وكذلك المنسفة آلة يقلع بها البناء وفي القرآن الكريم يقول تعالى فقل ينسفها ربي نسفا ومن معانيها أيضا القلع وكذلك في اللهجة اليمنية كما ذكرنا نسف الحب ونسف البيت والمعنى المحوري للنسف هو القلع أو استئصال الشيء من مقره وإبعاده كنسف التراب وغير ذلك وصدق الله تعالى إذ يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ويقول تعالى وإذا الجبال نسفت إذن هذه اللهجة اليمنية للفظ نسف كما جاء في القرآن الكريم بنفس المعنى ونفس الاستخدامات وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا جالسين ننسف الحاب إلا وقابلني وهو ينتسف من البرد أرجع أشيله لعند الدكتور رجعت والجماعة قانا سفوا البيت ومسحوا بالأرض بحكم من هذا يرضي من هذا ينطق شعبي كلمات قرآنية في لهجات يمنية لا عجب فإن بلادي أصل اللغة الضادية لهجة وقراءة